صباح النور كي دايرين نتمنى تكونوا كامل بخير على خير نتوما كتشوفوا هاد الفيديو هذا نهار جديد فيديو جديد على جديده اليوم ان شاء الله غادي نكمل معكم الجزء الثاني ديال الفيديو اللي عجبكم بزاف اللي بديت لكم فيه التحضيرات اللي صوبت معكم فيه كيكاس. بديت معكم فيه حتى التحضيرات ديال ديال دي البسطيله دي ال... دي ال... وبزاف ديال الحويجات اللي هكذا اللي زوينين ساهلين ما مازال ما شافش الفيديو الاول يدخل يشوف الفيديو اللي قبل من هذا اللي فيه التحضيرات الاولى اللي غادي نكمل لكم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله متابقه منها منها غنشارك معكم ان شاء الله بالسطيله غادي نشارك معكم كذلك بالكوكش و وك... بالبيساج ب... ب... وكذلك غادي نشارك معكم واحد الصرات اللي كتجي ساهله سهله المهم راكم عارفين دائما تنبغي نشارك معكم اطباق اللي كيكونوا كي ساهلين وما يكونوش مكلفين وحتى في, في الحطه كيبانو زوينين خاصه الناس اللي ما عندهمش مع العراضات وهذا كيجيو داكشي صعيب غادي نوريكم الاسهل ان شاء الله فربي بحال ديما نطلب منكم انكم تخليو لي لايك وشارك في القناه باش دائما نوصل لكم جديد اللي كنحط لكم وقولوا لي البنات واش كيعجبكم هاد النوع من الفيديوهات باش نبقى دائما نبقى نكثر لكم منه دائما كنبغي نشارك معكم حتى حالات اللي تستافدوا منهم فكما قلت لكم كنبوسكم لينا كنقول لكم شكرا على القريبات الزوينين اللي خليتو ليا البنات في اخر فيديو لهلا يخطيكم عليا البنات وان شاء الله دائما نبقى دائما بالجديد المهم باش ما نطولش عليكم الفيديو غندوز هو الاول نكمل معكم التحضيرات ديال الفطور ديال ديال صبيحه دي العيد ديجا قلت لكم راه جي عندنا عائله مجموعين كامل عندنا في الدار فنشارك معكم ان شاء الله الفطور كيفاش غادي يدوز ومن بعد ان شاء الله نشارك معكم كذلك الغديوه نشارك معكم الطبيله كيفاش غادي نزوقها وكل شيء فكما قلت لكم ان شاء الله نتمنى الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وحفكم ما تنسوا شيء لايك في القناة باش دائما يوصلكم جديد اللي كرحت لكم يلا هندزوا على بركة الله ونكمل معكم إن شاء الله تحت كوبيدات هنا خليت معكم التزيين حتى حتى اليوم عاد غنكمل لكم لي بلا اللي وجدت معكم هذه الكيك ديال الحمض اللي وريت لكم اللي فيها الكريمه قدموا ليها عادي اين فوا كتقلبوها في شي طبصيل وكتقلب لكم بكل سهوله كتقلب بالنسبه للناس اللي بغاو ياكلوها في نفس النهار ممكن انكم ديروها ساعتين قبل باش هكذا كتجمد لكم هذيك لا كريم باتيسير صافي كتقدموها انا زينتها انا بالكراميل ودرت فوق منها شويه ديال الورد بالنسبه لي كاب كيك البنات هانتوما كما كتشوفوا معكم البارح باللي زامود ايفيلي زدت فوق منهم شويه ديال الكراميل وزدت فوق منهم اوراق الذهب البنات للامانه باش نكون واضحه معكم من الاحسن لي زامود ايفيلي اللي ما كنتوش غط زعما تاكلوهم اليوم زعما في نفس النهار من الاحسن خليهم حتى الغد اللي عاد زينهم انا كيف ما كتشوفو درت اولا كبيت أه هذا الاملو ديال البيت العسل الزيت حتى هو أه ما شاء الله عليهم الزيت ديالهم واعره البنات بشهاده الجميل الحمد لله وحطيت هنا الزيتون وكذلك هنا بالنسبه للكيك ديال الشكلاط درت فوق منه فقط هدو كل الاوراق ديال الشكلاط راه كيتباعو عند عند يوسف مقطعين رقاقين وصافي هذا هو الفطور هنا كنشارك معكم لي بلان بالنسبه للاواني كل كلهم من عند دريمهم هوم راه ديجا شاركتو معكم مع على الكيسان اللي خديتهم من عند ديفا شوب ديكو هما هادو والبراد كنت خديتو عند عند اوان الرامي اولا رواق الرامي اسمحوا لي هو انا من خديتهم هاد البلاطو هادو ديال ديال الزاج هذا كنت خديتو عند عند اول الماء هذه هي دي. الطبيله ديالنا اليوم ديال الفطور شوفوا كيف جات صراحه المهم داكشي الشيء زوين خفيف ظريف والحمد لله كل شيء تكلا حنا حطينا داكشي حيت اصلا الناس كثارين آه وكل شيء تكلا وتا بالنسبه للفينواز غير خديناهم من من عند داك الناس اللي كاينين اللي دج شاركت معكم كاينين في الكويره صراحه عندهم الفينواز غير الخبز واعر عرفتي الخبز جبناه باقي سخون البنات هنا من بعد درت لهم شويه ديال البخور راكم عارفين الصباح ديال هكذا العواش تنبغوا شي هكذا ريحه آه زوينه بخور زوين آه صافي عطيت الوليدات الصغار دوك دوك الحليوات اللي وريتكم بصراحه والله تفرحوا زوينه بحال هذه الفكره هذه تبقاو ديروها كامل مع الناس والله الا زوينه وفرحوا فرحوا بزاف 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 وانا كيعجبني صراحه نفرح الوليدات الصغار هنا من بعد ما فطرنا تغسلوا الماء عندكم في لافيسيل او جيت باش نقاد الصالون اللي غادي نتغداو فيه ان شاء الله حيت الفطور درناه في الكو في الكولوار <applause> في السيجور او هنايا كنشارك معكم فين غادي نتغداو كنقاد بلاتي ديالي بالنسبه لهاد دي الطبيصلات هادو كنت خديتهم من عند اواني المجد البنات شوفوا اقسم بالله البنات الا كنغسلهم في لافيسيل عمر الحمد لله ما خسروا ليا شاركتهم معكم ماشي مره ماشي جوج زعما كنغسلهم بالسخون الحمد لله ما عمر خسروا ليا ولكن راه فيهم في اللور الطابع ديال تركيا ردو البال البنات حيت كاينين المزورين آه هادو راه فيهم الطابع ديال تركيا قلتها لكم ماشي مره ماشي جوج بالنسبه للورد اللي كاين فص من الطبيله هذاك راه كنت خديته عند ساره فلاور راه ديجا شاركته معكم اللي في اسواق السلام صراحه جايبين موديلات زوينين الا بغيتو تاخذوا عندهم هكذا الورد آه زي فنين, فنين 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 هنا بالنسبه ل... لهذوك السريبتات آه اختارت انني نحطهم هكذا سامبل بالنسبه لدوك لزانو اللي لي زانو اللي درت اليوم هذوك راه ديال وليدات الصغار ديال البنيات الصغار راه ديجا كنت خديت معكم في كانت خديتهم عندهم الماكياج صراحه صدقوا زوينين واللي شافهم تيعجبهم كيعجبو بالنسبه للكيسان البنات اللي درت هذوك اللي كانت خديت من عند من بيم صراحه حتى هما ليا واعرين ولكن للامانه عمرني ما غسلتهم في لافيسيل كنغسلهم فقط بيديا وصافي هنا غطيت بهذاك بهذاك الغطاء ديال اللي كنت خديته عند دريموم صدق ليا واعره البنات خديتو بنفس الرشيمه ديال لاناب اللي خديت عندها ديال سيمي كوير بالنسبه لاناب شوفوا شحال دوز عندي انا من الاوائل اللي كنت خديتو والحمد لله بقى كيف ما خديتو ما تيطبع ما شي حاجه دابا البنات غادي ندوز باش نبارطاجي معكم العقده اللي غادي ندير ديال اللوز بالنسبه للعقده خديت انا هنا تقريبا واحد رابعه ديال ديال اللوز كيف ما كتشوفوا زدت لها واحد فاني وغادي نضيف لها نص ديال السكر يعني داك المقدار اللي درتو ديال ديال اللوز النص ديالو كديرو ديال ديال السكر ضفت هنا شويه ديال القرفه كيف ما شفتوا وضفت كذلك شويه ديال المسكه الحره صافي غادي نطحن كلشي في العشوار انا هاد العشوار صافي راه وليت كنديروا لكلشي راه ما يمكن تبارك الله غزال وهنا العنصر اللي غادي يبدل لكم لوغو كامل ديال دوك البريوات هما القشور ديال الليمون ناري البنات كيعطيو واحد المذاق واعر 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 انا طحنت مزيان حتى طحن ليا كلشي ومن بعد ضفت واحد المعلقه هنا كبيره وعاد غادي نطحن مزيان حتى يتعلك ليا داك اللوز وكتولي فيه ديك التعليكه زوينه ها انتما شوفوا كيفاش كيولي إلفا إيه فوا كجمعوا بيتكم كيتجمع لكم آه غادي ندلكوه هنا من بعد مزيان مزيان حتى كيتجمع بالنسبه لما تبقى ليا من اللوز آه هنا كيف ما كتشوفوا زدت لي واحد شويه السنيده شويه ديال القرفه وطحنته غير مهرمش ما غاديش نطحنو كامل مزيان مزيان بالنسبه للطوطه اللي عندي ديال اللوز اللي درت هو كيلو لاروب كيلو لا روب حيت منو شويه باش درت البريوات وما تبقى هو اللي درت به كيف ما كتشوفوا العقده اللي غادي ندير في البسطيله بالنسبه لذاك الشيء اللي طحنت ديال ديال اللوز هانتوما آه انا خديت منو تقريبا واحد 12 ضويره آه درت بها البريوات وداك الشيء اللي بقى ليا الزتوته هو لهنايا هذه اللي كتشوفوا كركب هنايا هي المرقه اللي شاطليه من ديك الدغميره ديال, ديال اللي كنت درت البارح في الفيديو اللي شاركت معكم ديال البيض داك ديك الدغميره اللي هبطات ليا اللي هي جيل البنات ما غاديش نضيعها داكشي اللي قلت لكم ما غاديش نلوحها اقسم بالله البنات الا كتعطيكم واحد المذاق في اللوز واعر 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 غير ما تحليوش بزاف البصله ديالكم خليوها هكذا ما بينه وبين انا صراحه ما حليتهاش بزاف انا كيف ما كتشوفوا خديت الطاوه ديال الفران انا قلبتها ما غاديش نديرها من لتحت بغيتو نتوما تقلبوها ممكن تقلبوها بغيتو تقلبوها حتى تعمرو وتعاودو تطيبو من الفوق ما كاين حتى شي اشكال انا كنشارك معكم لي اقتراح ديالي كيف ما عجبني انا نتمنى انه حتى نتوما يعجبكم بالنسبه لهاد الطريقه كتجيكم سهلة حتى الا بغيتو تحطوها في الطبسيل ديالكم الى طابت كتجي ساهله ما كتفرتت ما كتهرس ما حتى شي حاجه الا كنتو دايرينها في جهه اخرى عرفتي فاش كتبغوا تقلبوها كلها كتقلب لكم ولا كتقلع لكم كتهرس انا كيف ما كتشوفوا نفس الحشوه اولا نفس ديك ديك المرقه اللي شاط هي باش كندير هي ماشي مرقه هي كيهبط لكم الدهنيه تي دوك الزيوت اللي اللي يهبطوا لكم من, من المرقه ديال ديال الدغميره هادوك البنات هما باش كنظهر الورقه البسطيله عاد كيعطي واحد المرقه واحد القرمشه واعره 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 بالنسبه للدجاج كيف ما كتشوفوا فرتو مزيان حيت ليه العظيمات وغادي نديرو كطبق اولى علاش حيت انا البسطيله ما غاديش نقلبها الكر اللي غادي ندير انا غادي تبقى البصيله كيف ما هي انتم الا كنتو غديروا البصيله سامبل وغتزوقوها يعني سامبل غتبداو نتوما باللوز عاد البيض عاد الدجاج انا لا العكس درت هنا الدجاج هاد البيض اللي وريتكم هو هذا الحشوه ديال البيض والتغميرة. كان كنسرح كل شيء وحاولوا دائما البنات تعمروا الجوانب هما الاولين حيت هما اللي غادي يوقفوا لكم البسطيله أه وحتى فاش كنبغوا ناكلو راه اول بلاصه كنقيسو هي داك الجنب الاول داكشي علاش خاص فاش الانسان ولا الطفل اللي غادي يقيس البسطيله اولا غادي يدوقها. يدوق يدوق بالصلاه وتكون ديك الجهه عامره يعني يكون فيها البيض يكون فيها الدجاج ويكون فيها آه هذا اللوز انا كيف ما كتشوفوا اللوز كله معلك تعلق واحد عليك يا سلام يا البنات وانا اللوز كيف ما قلت لكم راه ما تحنطوش ولا عقده لا خليته مهرمش غير فاش زدت لي ديك ديك دوك اللي قلت لكم دهنيات المهم هذيك ديك الخلطه هي اللي رجعته بحال هكدا صافي غادي نبقى ندلك بحال وكان وكنقاد في الجوانب البلايص كاملين كنحاول ندير لهم شويه شويه وكنبقى غدا 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 حتى كان سالي طريقه سهله كنتمنى انا زعما نكون وضحت لكم مزيان الفكره كيف دايره واخا عذباتني البنات هاد الورقات البسطيله حيت انا جبتها البارح ونسيت ما درتها في الثلاجه خليتها غير على برا وبحال نشفات ليا بالرغم من انني كندهن كندهن ولكن المهم كنحاول شاركت معكم كيف ما جات كيف ما وريتكم يعني باش انتم انا طحتوا في هذا المشكل هذا كيفاش انكم زعما تقدروا تتعاملوا معاه شوفوا الا كان عندكم هذا المشكل ديال الورقه كتقطع لكم ولا ناشفه عليكم بالزيت الزيت أو الزبده تكون نوازيت او لا بحال هذاك ديك المرقه اللي شاطليه هذيك بحال هذيك حيت هي مزيته كلها زيت كتبقاو تدهنوا بها كدهنو و كتجمعو كدهنو باش ما كتبقاش ليكم الورقه هكذا ناشفه وداك الوسط حاولوا تحيدو دوك الجوانب حيت هما كيخليو لكم زعما غتجيكم البصيله عامره بالوراق انا غير كنلمط وكنبقى كنحيد دوك الزوائد كنبقى نقطع غير بيديه هانتوما راه غادي تشوفو وكندهن دائما بديك بداك الزيت اللي قلت لكم ديال الدغميره عرفتو كيعطيها واحد اللون ذهبي غزال البنات وتا المذاق ما نعاودش لكم مذاق لي زوين بزاف حتى الا كليتي غير ورقه البصيله كتلقيها بنينه هانتوما انتم هنا كنقطع داك الزوائد حيت باقي غادي نلمطها بوحده اخرى من الفوق هانتوما كيف ما كتشوفوا باش ما تجينيش غليظه كنبقى نحيد نحيد حتى كتقاد ليا البسطيله كامله <applause> البنات سمحوا لي غنجاوب واحد جوج متتبعات كتبوا لي واحد الكومونتير صراحه استفزني في الفيديو اللي فات قالت لك علاش كتخدمي بيديك هكاك واش البنات نتوما في دوركم ما تخدموش بيديكم عفاكم جاوبوني واش هذا الشيء كيستفزكم ولا ولا ما عرفتش زعما واش عيفكم انا نخدم بيدي واش ضروري خصني ندير اللي قالت حتى في دارنا ما عرفتش انا هاد, دل... الناس كيفاش التفكير ديالهم انا تنطيب في دارنا راه نطيب بلا ليغات ما ما عرفتش وش نتوما ما عفاكم في فضلكم جاوبوني على هذه الحاجة دي وش نتوما ما باللي بالليقات غير باش نعرف باش انا نعرف واش واش زعما انا نورمال ولا ماشي نورمال حيت ما عرفت انا من نهار خلقت انا كنعرف راسي كنطيبو بلا بيدينا ديريكت هادشي اللي كان اللي تعلمنا وهادشي اللي زعما راه دارنا هادي لاش ندير انا اللي قالت اللي ندير اللي قالت الا كندير شي 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 ولا شي حاجه اه ولكن يجي نقي ما فيهم تاشي شي حاجه زعما ما عارش الله يهدي ما خلق وصافي والله يعطيك كيستفزوني بحال دل... 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 دل هاد 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 لي كومونتير بحال هكدا خلات الفيديو كله فيه الكيكات فيه التحضيرات فيه تمارة فيه القرن الكحله ولكن بان ليا غير يديا اللي مصورين آه كان كندير في ال... ف... في الدجاج ولا ما داكشي ما عاد كيفاش كتبت لي الكومونتير انا مسحتو حيت صراحه ما عجبنيش ديك البنت اسمحي لي حيت اصلا ما كيشرفنيش انني تابعني زعما شي وحده بحالك وسمحوا لي المهم نسدو الموضوع هنايا آه اسمحوا لي على التدخل ولكن راه عرفتي عصباتني صراحه حيت كاينين شي كومونتيرات والله الا كيضروا كي في الخاطر كيخلوا الفيديو كله لضربة في فيه تماره وما خليت ما تقاتلت باش نشرح لكم ونوصل لك الافكار وهذا انا هادشي قريته قريته وخلصت عليه فلوسي وجيت كنشاركه معك فابور يعني راه بغيت انا غير رحمه الوالدين اقل حاجه هادشي اللي كاين المهم اسمحوا لي البنات غنسد القوس هذا هنا كيف ما كتشوفوش جيت واحد الورقه ديال البسطيله قطعتها من تحتهم ومن الفوق شوفوا كي غادي تولي غتولي بحال دائره شفتوها البنات بالنسبه للتزيين شوفوا راه تيبقى اختياري زينوا كيف ما بغيتوا انا كنشارك معكم غير التزيين ديالي وكنتمنى انه يعجبكم انا كناخذ المقاسات ديالي كيف ما كتشوفوا كنبقى ندهنها مزيان بديك بدوك الزيت اللي قلت لكم ديال ديك المريقه صافي ومن بعد غادي البسطيله غادي كلها غادي نلمطها بالبيض البيض الابيض البيضه البنات ما كتنتق لكم ما حتى شي حاجه كتبقى هي هي جربوا الطريقه ديال دي البيض البيض والله لا صراحة فنة أنا كان كان رحم شاف لي قراونا صراحة لا أم عصام ولا ولا مدام نوال ولا سميرة فاطمة الزهرة نائمة مهم كلهم كلهم صراحة اللي قرينا عليهم في كاع لي تعلمت عندهم الكثير وإن شاء الله تنا الا كان شي فورماسيون هذا راه غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله علاش تاني وثاني نتلاقاو عاوتاني ونتعلم كاملين حنا الجديد هنا كيف ما كتشوفوا لمطها مزيان وكنبقى غدا بشويه بشويه حتى كتقاد لي الدور هنا خديت هذيك الدائره اللي قلت لكم وكنبقى كنكمشها كنبقى كنكمشها باش ندير واحد الحفيره في الوسط نورمالمون انا كنت غادي ندير واحد الكواريون في الداخل باش ندير ديك الورقه ديال الروز اللي كنديرو في الموز الزيت ب... كما كنت شرط معكم في البصيله ديال الحوت عقلتوا البنات اللي كنت درت لكم وبغيت نعمر الداخل بدوك لي الفواكه الجافه ولكن ما لقيتش نهائيا ورقه الروز هنا حتى قديت كل شيء بقيت كنقلب في الحوانت ما لقيتهاش صافي وقلبت كل شيء داك الديكور اللي كنت زعما دايره في راسي صافي ودرت هذا مهم حتى تقولي لي هذا الشكل زعما كيفاش جاكم واش زوين ولا لا هنا بالنسبه للبريوات البنات هما خديت كما قلت لكم واحد واحد الشويه قطعت بنفس الشرائط هنا كما كتشوفوا صافي بقيت كنلوي فيهم المهم انا ماشي حرايفيه فيا المهم انا كنوريكم غير داك الشيء اللي كنعرف يعني كاينين ناس محسن مني وكان ما قل مني يعني كلنا كنتعلموا العيب هو انك تشوف الحاجه ما تقدرش ديرها شوفوا دائما الا بغيتو تعلموا البنات خذوا غير كونتيتي قليله واحد شويه ديال الحاجه و... وتعلموا فيها انا هادشي اللي كنت كندير انا البنات خديت شويه ديال الكروفيت كيف ما كتشوفوا ودوزتو فواحد شويه ديال الزيت وشويه ديال المليحه البزار والثومه محكوكه الثومه محكوكه درتها بزايد وعرفتوا البنات كتعطي الثومه واحد المذاق واعر 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 جربوه وردوا عليا الخبر صراحه كيجي لذيذ في الاول انا دوزت واحد شويه ديال الزيت عاد من بعد كيف ما كتشوفوا درت العطريه ودرت الثومه وبقيت كنجيو كنجيبو حتى كي ياخذوا هكذا واحد اللويين زوين صافي وكنحيدو هذا بالنسبه للصلاده انا بغيت نديرو الشلاضه باش ندوزو هكذا في الجوانب ديال الشلاضه وصافي المهم غندوز دابا باش نوريكم كيفاش غادي ندريسي لا ديالي ساهله 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 البنات آه شوفوا خديت الروز كلاصي سلقتو في الماء درت ليه هنا شويه ديال المليحه شويه البزار وزدت ليه المايونيز ديال المايونيز راه ديجا شاركتو معكم البنات ديال الحليب والفرماج ما درتش ديال البيض هذا يعطي تيعطي واحد البنه زوينه حتى الا ما بغيتوش ديروا المايونيز ممكن ديروا دارون مسوس والاعشاب حتى هما كيعطيو تنسيمه زوينه ممكن البنات حتى لا كريم فريش ديروها ديروا شويه ديال ديال الخلطه وشوية الملح شويه البزار حتى هو كيعطي واحد لوكو زوين أه هنا خديت البطاطا من بعد ما سلقتها درت لها شويه الملح شويه البزار شويه الخل صافي وغادي نحرك وغادي نضيف آه لها شويه ديال القزبر كيف ما كتشوفوا صافي وغادي نحيدها حتى على جنب نورمالمون انا هادو فاش تسلقوا راه كلهم كنديرهم في البلاستيك بحال هكذا ديجا شاركت معكم هاد الطريقه هادي كتجي زوينه وعمليه وما كتبقاش تعمر لكم هكذا الكوزينه بالماعن بزاف خديت هنا شويه الملح شويه البزار وشويه ديال الحامض كيف ما كتشوفوا حركته مزيان وغادي نخليه بالنسبه للبربه حتى هي بنفس الطريقه أو غادي ندوز هنا باش نزيد هنا شويه ديال# ديال الطون علبة ديال الطون زدتها بالزيت وبكلشي زيدوها كاملة في الروز كتعطيكم واحد لوكو زوين البنات غادي نحرك هنا كل شيء. وغادي نبدا نكبع شوائيا كيف ما ديجا شاركت معكم بالنسبة للطريقة الطريقة البنات راه كتجي زوينة ممكن ديرو لي ممكن ديرو اللي بغيتو آه إبلي في التحت أي حاجة بغيتو ممكن أنكم ديروها الى ما بغيتوش ديرو المعجنات ممكن ديرو غير لا صالاد فقط يعني الخضيرة اللي عندكم صافي هي اللي كديرو تقدرو تخلطو الخضيرة مع مع الفواكه حتى هي كتعطي واحد شخص زوينه لا هنا كيف ما كتشوفوا سرحت الرز هانتوما طريقه راه سهله حتى الرز كيجي بنين صراحه ممكن تزيدوا ليه الماء يستوي الا عندكم توفر انا فقط درت داكشي اللي كان توفر عندي خديت هنا الباربا حتى هي بديت كنحطها هكذا عشوائيا بقاو كل ساعه كتحطوا مثلا خيزو باربا بطاطا وانتم كتبقاو كتبقاو تخلفوا في الالوان منها العين هكذا كتشوف كتحط زعما بلا زوين ومنها كيكون هكذا كل واحد كياكل من قدامه كل شيء يعني كل شيء كيكون قدامك هانتوما انا درت هنا البطاطا درت الخيزو ودرت ال هذا مشات لي سميتها الباربا سمحي لي عاد راه كنمونطي لكم دابا مع ربعه ديال الصباح <applause> باش نحط لكم هذا الفيديو حيت خصني ضروري نحطو لكم هنا كيف ما كتشوفوا في الجوانب درت داك الكروفيت كيف ما بان لكم دابا ممكن ديروه في طبسيل بوحدو وديروه في سيبور يكون واقف في الوسط كيف ما ممكن تخلوه كامل هكذا مبسط انا هكذا عجبتني الطريقه ودرتها درت هنا شويه ديال اللحم مقطع كيف ما كتشوفوا وغادي نضيف هنايا شويه ديال ديال القزبر هكذا ومن بعد غادي نضيف هنايا لافوكا بالنسبه لللا سالاد كيف ما كنشارك معكم ديروا اللي عندكم البنات يعني ماشي ضروري انكم ديروا هذا الشيء اللي درت انا ممكن ديروا غير بطاطا وخيزو والبربه راه كتجي بنينه والله العظيم البنات الا كتجي بنينه وتا الكروفيت الا ما ماشي مشكل ممكن ديروا الكالامار ممكن ما ديروش كاع راه ديجا شاركت معكم شحال من مره ما درتش كاع الكروفيت نهائيا غير دابا حيت متوفر عندي داكشي علاش درتو انا خديت الباربه عصرت عليها شويه ديال الحامض وقطعتها غادي نديرها حتى من الفوق في الاول كان عندي واحد ال واحد ديزاين فراسي من بعد صافي ما عجبنيش وانا نحط كل شيء عشوائيا هكذا حتى الطريقه جات زوينه وحتى الضيف ديالي صراحه عجباتهم الطريقه وسهله وهنا في الاخير ضفت شويه ديال الفرومبواز كما كتشوفوا هذا حتى هو نحطو عشوائيا بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يديروا المايونيز راه ممكن تستغنوا عليه زعما نهائيا ما ديروش ديروا غير هذا شويه ديال زيت العود شويه ديال الحامض شويه ديال الملحه شويه البزار وصافي كتحتفظوا بها هكذا هنا خديت المايونيز درته واحد البوش وبقيت كنبوشي هكذا بحال بحال بريضات هكذا من الفوق باش كيعطيني داك اللون الابيض اللي خاصني لهكذا مع اللوينات وصافي غادي نقدمها هكذا درت شويه الزيتون تما من الفوق وزدت شويه ديال لي فرونبواز تما من الفوق ممكن تزيدوا التفاح تزيدوا الكركاع اللي عندكم ممكن انكم تضيفوا كبيدات يلا ساليت كيف ما كتشوفوا مشيت دويش لبست قميص ديالي اللي ديجا بارطاجيتو معكم هذا ديال ديال الجلابه هذا لتحت ديال الجلابه ديالي ولكن كنستغلو حتى هو في الدار بحال هكا كان شي مناسبه خفيفه <applause> ولا هذا كيجي صراحه زوين في اللبسه المهم درت هنا الضفيرات يلا لقيتوني كنقاد فيهم يلا ركبتهم مازال ما قطعش الطول ديالهم واحد الدبانه على الصباط ومصباحيه كطلع وخص ما بغيت نصور لكم كيجي يعني. الدبان المهم آه كما قلت لكم هادو بحال دوك اللي كنت وريت لكم هادو دوك اللي اللي كيتلصقوا لي, كي لي كي فيهم اللصاقه هانتوما انتم كيتحيدوا وكتعاودوا تركبوهم خاصة الناس اللي تيصليو وما تيبغوش زعما يديروا شي حاجة هكذا الفيرني ولا شي حاجة كتلصق هادو صراحة عمليين ما تيطيحو ما تيش شي حاجة كتخدمو بيهم كتحكو بيهم كلشي زعما راه ثابتين هادو صراحة ما خديتهمش المرة في السوق هادو جاتهم مني صاحبتي من ألمانيا كنقول لها شكرا من هنا كنت من هنا عليا وشكرا بزاف 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 تبارك الله جابت ليا عرام ديال الشكيلات منهم آه تنبردهم ونقدهم ونشاركهم معكم كيفاش جاو صراحة كيجيو فنين ما يمكن ما قلت لكم أه ساكس معكم الطبيله ساكت معكم الحطه ديال الطبيله وخططه وكل شيء ودابا ان شاء الله غادي نشارك معكم تتمه ديال الفيديو تشوفوا البسطيله كيفاش جات شوفوا التحضيرات كاملين ان شاء الله وعافاكم عافاكم البنات هذا الفيديو راه خدمني بزاف ديال الوقت وخدمني بزاف ديال المجهود باش نصور لكم راكم عارفين في التصوير كيجي لكم بزاف ديال الوقت واخا الحاجه غنديرها غير في نص ساعه كنصدق دايره في ساعه ونص اولا في ساعتين المهم كنتمنى انكم تدعموني في هذا الفيديو هذا وتبارطاجيو على قدر الامكان الا كان ممكن البنات وتخليو لي قليبات آه مشيتات ديالي مشيتات راه وليتو كتنساو مشيتات عباد الله المهم <applause> المطوم شريكه ولات تزا على بركه الله نكمل معكم ان شاء الله تحضيرات ها انتم كيف جاتكم الشليضه كي جات كاع تحمق وسهله كنظن سهله كلكم غادي زعما تجيكم سهله المهم قولوا لي كيف جاتكم خفيف ظريف وحتى في كتجي هكا زوينه المهم انا اختي عجبتني المهم هادشي جاني بالي راني درتو بالنسبه للبسطيله هانتوما من بعد ما طابت كتجي فيها واحد اللون ديال ديك التحميره واعره البنات كيجي ديبي هنا الجوانب درت لي شويه ديال العسل ودرت ليه دوك لي زاموند افيلي اللي دوزتهم غير في مقيله هكذا ومن بعد دورت في الجوانب هذوك البريوات اللي قليت في الزيت ودرتهم في العسيله ومن بعد ما بين كل بريو و كندير البيض ديال اللي تواصلقته صافي المهم انا كما قلت لكم الطريقه كل واحد كيزوق كيف ما عجبو تبارك الله نتوما راه ما شاء الله كل وحده كتعرف دارها كيفاش دير انا راه كنطيب حدا يعني داك بركوكش حتى هو كان كنفور فيه بالنسبه لهاد ليتوين صراحه وبنانين البنات هذا من عند عند مملحة الحجه فاطمه شوفوا جربوهم والدادين كلهم غير هكاك بوحدهم الثمن ديالهم 20 درهم واقيله واش 15 واش عشرين. ما عقلتش الثمن ديالهم انا زوقت بداك الورد اللي اللي بارطاجيت معكم كنت خديتو عند يوسف كيضيف واحد اللمسه زوينه لك لي بلا ديالكم خاصه المملحات والمعسلات انا خديت شويه ديال الكيوي مجفف والمونغ كيف ما كتشوفوا خديت جوج 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 ديال المونغ وجوج ديال الكيوي قطعتهم هكذا قطع رقيقه وحطيتهم غير هكذا في الوسط نورمالمون هادو راه كتبيت ندرهم في داك الداخل ديال الكواريوم باش نديرهم مع الاكاجو مع, مع اللوز مع الكركاع عجبتهم ولكن ساعة ما لقيتش الورقة ديال الروز داكشي دي علاش هانتوما البسيطة يلاه كيفاش كيفاش قدمتها درت لها شوية ديال ديال السكر كلاصي وعجبتني هاد الطريقة هادي دابا غادي ندوز باش نبارطاجي معكم البركوكس أه البركوكش حتى هو نوريكم التقديم ديالو هذا هو السيد اللي خديت عنده بركوكش حيت في اخر فيديو كنت صورت لكم العراضة فاش كانوا عندي البنات أه كنت بارطاجيت معكم بركوكش وقلتولي لي عافاك ورينا فين كتاخدي انا راه وريتكم دابا السيد فين واحد المحل داكشي عنده زوين صراحه عنده كسكسو بجميع الانواع الثلاثي عنده السباعي عنده الـ آه الـ بزاف ديال الشكيلات وبالنسبه للبركوكش عنده ديال الشعير عنده العادي ديال القمح عنده ديال الذره يعني اللي بغيتو متوفر عنده انا خدي البنات ديال الشعير بالنسبه لطريقه الطياب ديالو البنات سهلة. نفس الطريقه اللي كنطيبو بها كسكسو يعني ثلاثه التفويرات والاخيره كنملحوه صافي هادشي اللي كاين أه هنا كما كتشوفوا درت ليه شويه ديال <تصفي> زيت اركان ضروري بركوكش كيتمشى مع زيت اركان وآمنه وعسيله هادشي الشيء دابا اللي اللي مهم هو هكا باش كي باش كيتكال بالنسبه لهاد التبصيل هذا اللي اللي قدمت فيه في الرجيلات كيجي زوين صراحه هذا كنت خديته بسبعين درهم عند اكادير بريكولاج صدقوا لي واعرين هاد الطبيصلات هادو انا خديت السيد اركان درسها هكذا خطيطات من الفوق باش كيعطي له لوغو زوين و تيهبط هكذا ما حد داك بركوكش باقي سخون كيف ما كتشوفوا من بعد غادي نضيف هنايا املو ديال ديال اللوز اللي تا هو كيضيف واحد البنه واحد البنه مع بركوكش كيجي على مزيناتو <applause> هادي دابا كندير لكم مونطاج وتشهيتو صراحه حيت فاش كنت كنطيب ما دقتوش ما كليتوش ما واش نتوما فيكم هاد البلان هذا فاش كطيبوا ما كتاكلوش تي انا كنكون فرحانه فاش كيكونوا عندي الضياف وكنقدم بحال هكذا كنحاول نقدم احسن حاجه لضيافي المهم انا كيف ما كتشوفوا زوقت هنا بال بالبيستاج هادو برقائق البيستاج انا تناخذهم عند يوسف كناخذ 10 درهم كندير فيها شحال من مره هنا هاد البيستاج زوقت به حتى لك من بعد غادي تشوفوه درت هنا شويه ديال الكركاع من الجوانب صافي حطيت هنا دوك المعلقات هادو ديال ديك البيضه الصغيره كيجيو زوينين هكذا صغيورين في الحطه ديالهم وقدمتهم مع كيف ما كتشوفوا آه صراحه هذا البلا هذا جا زوين وحتى في الحطه ديالو جا هماوي المهم شاركت معكم اطباق لي ساهلين ممكن انكم تضيفوهم للعرضات ديالكم وكيجيو هماويين دابا الكبيدات غادي ندوزو الفلونك كواخادا اللي حماقيتو عليه بزاف بزاف آه ديجا البنات جربوه في اخر مره كنت شاركتو معكم دابا جربتو معكم بهذا المول هذا نتوما ديروه في اي مول بغيتو نتوما ابتداء من ايترو ديال الحليب ممكن انكم ديروه انا خديت هذا دار ليا اربعه ايترو ديال الحليب اللي دار ليا حيت البطونات دوك ال... دوك الدوائر كيديو بزاف ديال الكونتيتي ديال ديال الحليب انا قلت لكم الدالية أه سمحوا لي راه جوج ايترو ماشي اربعه ايترو بعض الخنشات اللي داو <applause> يعني جوج ايترو ديال الحليب اللي درت زوقت انا بالفرومبواز باوراق الذهب وضفت هنا شويه ديال ديال البيساج تا هو من الفوق صراحه حتى هاد ال... هاد البلا عاد تجربوه بعينيكم مغمضين البنات كيجي كي واعر انا شاركت معكم بلا كريمه بلا حتى شي حاجه رجعوا الفيديو اللي فات بالنسبه للديسر البنات قررت اني نقطعو بحال الطريقه هادي قطع شويه ديال البعويد شويه ديال التفاح شويه دي البنان الكيوي آه البرقوق شوفوا ماشي البرقوق الاخر الشهديه واقيلا المهم قطعت كل شيء بالنسبه لهاد الطريقه راه ما كتضيعش لكم الديسير بزاف البنات انا فقط احتاجت انا جوج كيويات جوج بنانات وبديت نقطع بحال هكذا وديروا لي فخوي اللي عندكم يعني ممكن ديروا غير التفاح والبنان حتى هو كيجي زوين المهم افكار شاركتو معكم وصافي انا درت شويه ديال هذاك كل... دوك اللي عباد الكحلين ما عقلتش كاع شنو سميتهم وصافي هنا ضفت العصير البنات العصير انا ما بقاش لي الوقت باش نعصرو درت هذا ديال الخوخ ولكن عطى واحد لوكو واعر البنات هذا ديال بريس اب صراحه هو اللي بنين حبيباتي هذا هو البلا الاخير كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم كنتمنى هذه العرضه تنال الاعجاب ديالكم ما تنساونيش شو بتشجعاتكم ولا يخطاكم عليا وبسلامه